شو فكرتوا منيح؟ حدا منكم حابب يعترف بشي؟ وشو بدنا نعترف يا افندي؟ اللي اعترف فيه عصام. ليش عصام حكى؟ استنى ابو مرزوق، بشو اعترف عصام؟ عصام اعترف بكل شيء، وين خبيتوا الضابط والعناصر وكيف هربتوهم برات الحاره. بقى اللي بيحب منكم يطلع مثل ما بده يطلع عصام بعد شوي، يخبرنا لحتى نطالعه. ما زال عصام خبركم كل شيء، ليش بدكم يعني نحكي ونعيد؟ نحن ما عندنا شيء نقوله وما بدنا نطلع بهالطريقه وكلك مفهوميه. ماشي، بكره رح نحولكم على المحكمه العسكريه. اذا بتحولونا على جهنم الحمراء نحن ما عندنا شيء نقوله. ماشي. معقول عصام يحكي؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. مرزوق، انت صدقت عصام اعترف بكل شيء؟ هاي لعبه من لعباتهم لحتى نحن نصدقهم ونحكي ونقرر عن كل شيء. وقاسم، مزبوط هذا حكي اللي عم يحكيه بشير؟ مزبوط ام مرزوق، وانا متاكد انه عصام لا ممكن يعملها يا رجال ولو على قطع رقبته. مثل مالي متاكد انه ما في ولا واحد فينا رح يفسد ويحكي على اخواته واولاد حارته اللي دافع عن اولادنا وعيالنا. بقى اطمن لك حاجه يا دادا زرعتوني، والله راسي ومتحمل والله. شو صار معي؟ اخ يا بوران، حاسه حالي مخنوقه ورحت. لي على قامتي بعيد الشر عن قلبي. اخ ليش هيك صار فينا؟ لا عيشتنا عيشه ولا حياتنا حياه. طولي بالك يا مو، طولي بالك، لا تاكلي هم. شلون ما بدي اكل هم يا بوران؟ شلون واخواتك؟ واحد هربان مدري بانو ارض والتاني محبوس. يا مو نص رجع للحاره هرباني، وهي جوزي واحد منهم، شو طالع بإيدنا غير إنه نصبر وندعي لهم الله يفرج عليهم؟ طلعت شوي لريح بدني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت لك كابوس يا بورا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. خير يا مو، شو شفتي بالكابوس؟ دخيلك يا بوران، لا بدي أحكي فيه ولا بدي أتذكره. برضاي عليكي، قومي ساوي لي كاسة يانسون يهدى بدني شوي. إيه على عيني يا مو، على عيني. يا مرت عمي، ما عاد عنا ولا شقفة خبز، شو نعمل؟ ما بعرف، دبروا حالكم. خير، مين جايينا كمان هلا؟ بوران افتحي بطريقك. بالإذن منكم نشوف الحكيم. الله يعطيك العافية. حاول أبو جودات ياخذ مني معلومات عن الحارة. جيت أبو جودات لا تأكل هم، هلا بيكونوا الشباب شافوه عملوا له اللازم. وشو عرفنا إنه ما بلغ عن خاطر قبل ما يعملوا له فركة إذن؟ ما بيسترجي. طمني، شلون شايف صحتك؟ قدران تقوم تمشي؟ والله شغلت ابو جودة مالي مرتاح لبنوب. لا تاكلي هم يا ام عصام، انا عندي بالبيت صاجه هلا بروح بوقت تحت منها. انتوا عجنوا لكم شويه عجين وبعثي لي اياهم معبوره. الله لا يوفقهم يا حق، كانوا يتركونا ابو بشير. اي أيوة والله صحيح. تفضلي خالي، امسكي هي الزهورات. يسلموا ايديك يا بورا. الله يسلمك. سمعتي يا مو؟ قومي عجيني رتلين طحين انت وهدى. ماشي يا مو، حاضر. شو وينها لطفيه؟ مالي شايفتها؟ لطفيه باوضتها عم تردع لصغيره، كمان يا حرام رايح حليبه. شو هالحكي؟ ايه والله يا امزكي، هالبنت ما عم تشبع بالمره، ما بشوفها الا عم ترضع. بتقولي عم ترضع مي مو هيك؟ اصبح لطفيه طالعه لامها. شلون يعني؟ بتذكر فريال كانت هيك، كان حليبة رخو وما في ماوية، وكان وقتها ترضع لبنتها مفهمية المرضعة. طيب هالشغلة ما لها حل يعني؟ لك خليها تاكل عدس مسلوق وبقدونس، هدول بينفعوا للمرضع بدروا الحليب. ومنين بدنا نجيب البقدونس يا ام زكي بهالوضع ها؟ من عند ام تحسين الماشطة، زارة عندها بجنينة بندورة وبقدونس ونعنع. هلا بمرق لك لعندها وجيب لك شوية بقدونس على عيني وراسي. شلونك خالي ام زكي؟ الحمد لله. إيه على قامتي قال حليبك قال لا. ايه والله يا خالي، دبريني الله يوفقك. هالي حارة الضبع، تعال عندي.
يلا عوام عوام افراج، بس بشرط ما بتتعاونوا مع جماعة ابو حاتم ولا جماعة ابو حسان، مفهوم؟ مبروك مبروك يا شباب. افتح الباب يا ابني. مبروك يا شباب. مبروك مبروك الافراج. هاي الكمون ان شاء الله بيسلموا، وهي الميرمية يخلي لي اياك، وهي الحلبة، وهي ورقة التين. ايه كتر الف هاي كل الاغراض خالتي اللي طلبتيهم مني. ان شاء الله بيسلموا دياتك، واقف لاعطيك مصاري تقبرني. أنا مصاري يا خالتي، خيرك سابق. ايه الله يرضى عليك الهي ويعطيك من علمه يا رب. ربي يكرمك. إيه بدي اسالك حكيم، ان شاء الله توفقت بمشوارك. الحمد لله خالتي ام زكي، اخذنا خاطر من المستشفى وحطيناه عند ام جوزيف. عند ام جوزيف؟ يا حبيبتي هي صديقتي من زمان. إيه الله وكيلك بتنشرب مع المي العكري. شو خالتي ام زكي؟ عم تخبزي هون؟ مو بس انا، وكل نسوان الحاره معي. وينك؟ مروق لعندي بعد شوي، خذ حصتك انت وحميده على البيت. كتر خيرك خالتي ام زكي، يلا بخاطرك. الله معك يا مو، الله معك يا رب. بوران خلصتي تقريص مشان نرق ونخبز؟ رح اخلص. يلا امي يلا بسرعه عوام. الحمد لله هلا طمنتني. الله يطمن قلبك. وبحب خبرك انه خاطر صار بمطرح امن، ووعدني المختار ابو صياح وابو النار انه يهتموا فيه لبين ما يتعافى. بارك الله فيك يا ابن الاصول، انت وكل هالطيبين اللي وقفوا جنبه. اسمع قلت لي وين خبوه؟ عند ام جوزيف. ام جوزيف هي اللي اجت لعنا وخبرتنا عنه؟ هي بذاتها. يا سلام على الدنيا، يا سلام. تعرف يا ابني شو اللي خلاني شد حيلي وجرب اقوم على رجلي وامشي؟ شو هو عمي ابو خاطر؟ الحريم يلي وقفوا بوش القرش مثله مثل رجاله اكثر. تعرف انه كبروا بعيني كثير. مصدق عيوني. الله يسلمك يا أمي. الله يسلمك يا أختي. على أمتي إن شاء الله لك. شو عاملين فيكم؟ ضاربينكم ومعذبينكم؟ لا 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 أختي، شو ضاربيننا ما ضاربيننا، عرضية ما صار شيء. لا تخافي يا أمو لا تخافي. يا خالو أهلي حبيبتي. أهلي أهلي خالو أهلي. درت بالك على البيت بغيابي؟ معلوم. لا تسلم لي عينك يا أوضاي. يا بنات روحوا جيبوا شيء يشربوا، أكيد طش قلبهم. على رأسي مرت عمي. يلا حاضر. يلا هدى. عود أخي عود. يلا ولي على قامتي إن شاء الله عليكم. ولي على قامتي. يسلموا إيديك يا بنتي. وإيديك عمي. عمي رجع أخي عصام وخالي أبو قاسم على الحارة؟ إيه بنتي رجعوا كلياتهم. يا ألف الحمد لله ألف الحمد لله. طمني ابن عمي إن شاء الله ما عزبوكم. عزبونا؟ لا لا ما عزبونا، بس حقوا معنا. يعني ما ضربوكم؟ لا لا ما ضربونا. لكن ليش رجليك عم توجعك ورمانة؟ من الوقفة الطويلة بالنظارة. طمنيني يا بشير شو صار بالحارة بغيابنا؟ هيك كان بفوتوا على الحارة بالليل بغيابنا، هذا اللي كنت حاسب حسابه. بس والله الشيخ عبد العليم الله يطولنا بعمره ما خلى اي رجل تعتب لجوا. الشيخ عبد العليم قد وقدوده الله لا يبارك بالوجع. قولي علي يا اخي لساته عم تجعه. العسكر ضربوه عليها ومن وقت ايده عم تجعه. الله يكسر دياتهم يا حق. انا رايح لعند الحكيم حمزه خليه يكشف لي عليها، بركي بيعطيني شي دواء. خليك هون خالي، انا بروح بجيب لك اياه براسي. لا 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 خالي لا، عود انت جنب امك وحريمك اكيد بكونوا مشتاقين لك.
رايح خالي، القهوة جاهزة. يسلم هاليدين بنتي، وقت تاني إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو يا أمو؟ وين أبو ران؟ ماني شايفة. شو قلت رشدو؟ كرامة للنبي عيد، شو قلت عيد؟ سيدي عم قلك إنه أفرجوا عن رجال حاط الضبع اللي كانوا محبوسين بالقلعة. لك يقبرني ربك على الخبرية. إيه؟ هاتلك بوسي. رشدو روح، روح هات لي صمد بعلاوة على حسابك. على حسابي؟ ومسان الخبرية؟ لا حبيبي، أبو جودك ما بينسى صفط البقلاوة لأنه إجاك صبي، ولا بدك تقلبه بنت من شامك حلينا؟ أعوذ بالله سيدي، شو قلبه بنت؟ هلأ رح روح جيب لك أحلى صفط بقلاوة. هيك لك أفرجوا عنه. إجت بوقتها يا أبو جودك، معناها قديش كلمتك مسموعة وقديش الجماعة اللي فوق بياخدوا برأيك. إذا المستشار ذات نفسه نفذ لك رغبتك يا أبو جودت. أكبر أكبر يا أبو جودت، أدخل. احترامي سيدي، قصيت هالبرقية. روح على شغلك. حاضر احترامي. من القيادة العسكرية الفرنسية، إن القيادة العسكرية الفرنسية لجيش الشرق تعلن التابعة العامة لجميع وحدات الجيش، وتطلب من قوات الدرك الفرنسي الاستنفار لمؤازرة قوات الجيش عند الطلب.